السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة وطالبات ولي أمور الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم معنا في قناة مستر عمرو رجب 2 مع حضراتكم مس هبة رجب، مكملة مع حضراتكم حل وشرح منهج الترم الأول من كتاب المعاصر 2022. والنهاردة إن شاء الله يا حبايبي إحنا بنكمل معاكم حل وشرح الوحدة الثانية. عملنا فيديو قبل كده شرحنا وحلينا فيهم الدرس الأول والدرس الثاني، وعملنا فيديو للدرس الثالث والدرس الرابع، والنهاردة إن شاء الله هحل واشرح معاكم النهاردة الدرس الخامس والسادس. وبذكر حضراتكم لو مهتم منهج المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية تشتركوا في قناتنا الأولى وقناة مستر عمرو رجب، هتلاقوا طبعا تحت الرابط بتاعها تحت في صندوق الوصف القناة ممتازة جدا، وهتلاقوا عليها يعني إيه محققة الحمد لله رب العالمين أعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب. بنقول القناة مفيدة جدا وتعجبكم بإذن الله. فالنهاردة إن شاء الله هكمل معاكم الوحدة الثانية من كتاب المعاصر 2022، وهناخد النهاردة الدرس الخامس والسادس. وطبعا بنبدأ معانا الدرس بيج نمبر 112 صفحة A112. مكملين زي الدروس اللي عدت من نفس الوحدة Animal Fact فايل اللي هو ايه ملف حقائق الحيوانات. تعالوا نشوف النهاردة في الدرس الخامس الكيف وكابلر الكلمات الهامة اللي بنقول عليها أهم كلمات بتبقى عندي في الدرس. يلا بينا نبدأ كده بأول كلمة عندنا اسمها ايه؟ ريم جازل. ريم جازل اللي هو ايه؟ الاتش هنا سايلنت غزال الريم. ريم جازل. ريم جازل. هوف وجمعها هوفز يعني حافر او حوافر الحيوان. طبعا عند الايه الاسم اللي بينتهي بحرف الاف لما اجي اجمعه بقلبه الحرف الفي واضيف بعديه ايه بعديه الاس بتاعه الجمع تبقى هوف هوفز. هوف هوفز يعني حافر او حوافر. قرون الحيوان يعني ايه؟ هورنز. هورنز. ذا نيكد مول رات اللي هو فأر الخلد العاري يعني بدون شعر. عندي فأر بدون شعر اسمه ايه؟ ذا نيكد مول رات. ذا نيكد مول رات. درجة حرارة يعني ايه؟ تمبريتشر. عندي اليو ار ايه بتجيب ايه؟ شر. تمبريتشر. 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 بعد كده في رأي الحيوان يعني ايه؟ كوت، وخدناها قبل كده يعني ايه؟ فير في الدروس اللي عدت. تعالوا نشوف كمان ايه الكلمات الاكسترا فوكابلري اللي هي الكلمات الايه الاضافيه. زي سهارا ديزرت اللي هي الصحراء الكبرى. زي سهارا ديزرت. زي سهارا ديزرت. بروتكت يحمي. بروتكت. بروتكت. ايسترن افريكا. ايسترن افريكا اللي هي شرق افريقيا. ساينتست يعني عالم. ساينتست. ليرن يتعلم. ليرن يتعلم. دولفين. 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 بوبولار مشهور. بوبولار عكسها ايه؟ ان بوبولار يعني غير مشهور او غير معروف. بوبولار. تعبيرات هامه بيقول لي ايه؟ لوك فور يبحث عن. لوك فور يبحث عن. هاف يو لو وايت كوتس. هاف يو لو وايت كوتس يعني دايم فراغ ابيض يميل الى الاصفرار يعني ايه لونه كده اصفر فابيض. جيت ال يعني يصاب بمرض. جيت ال. لونج تايم وقت طويل او فتره طويله. لونج تايم. بروتكت فروم يعني يحمي من. بروتكت فروم. الصفحه اللي قصادها بيقول لي ايه في نمبر 113 صفحه 113 انيمال فاكت فايل. انيمال فاكت فايل يعني ايه ملف حقائق عن الحيوانات. والحيوان اللي عندنا النهارده اسمه ايه؟ ريم جازل. ريم جازل اللي هو غزال الايه الريم. ريم جازلز لوك فيري بيوتفول تبدو جميله جدا. They live in the Sahara Desert في الصحراء الكبرى. And they walk around يعني ايه بيمشوا كده. Looking for بيبحثوا عن grass و leaves أوراق الشجر. grass يعني عشب. leaves يعني أوراق الشجر. And plants والنباتات to eat. تمام. قال لك they have big ears لديهم أذنين كبيرتين. And long horses وقرون طويلة. They have yellow white coats لديهم الفرق بتاعهم لونهم ايه أصفر كده في أبيض. Which protect بيحميهم them from the sun بيحميهم من ايه sun اللي هي الايه الشمس بيحميهم الفرق بتاعهم ده من الشمس. They have hooves on their feet عندهم حوافر في أقدامهم. زهوفز هيلب زين بتساعدهم في ايه الحوافر. ووك اون ذا ساند في المشي على الرمال. لايك كاملز زي ايه الجمال زي ما خدنا قبل كده. طيب ذي دونت نيد تو درينك ا لوت اوف ووتر كمان زي الجمال ايه مش ايه مش بيحتاجوا لشرب الكثير من الماء. معلومات اكتر. هاو لونج از ا ريم جيزلز هورن كم يبلغ
طول قرن غزال الريم؟ قال لك 22-30 سنتيمتر، من 20-30 سنتيمتر. How heavy is a ريم غزال؟ كم يبلغ وزن غزال الريم؟ قال لك 22-30 كيلو جرام، من 20-30 كيلو جرام. How long does it live؟ كم المدة اللي بيعيشها؟ قال لك about 14 years، حوالي ايه 14 سنة. What color is its coat؟ ما لون فراء هذا الحيوان؟ قال لك كريم اور، لون الكريمة كده كريمي، اور يلو وايت، لونه ايه ابيض يميل الى ايه الاصفرار. بعد كده قلبنا الصفحة 114، صفحة 114، بيقول لي ايه نيكد مول رات، اللي هو فار الخلد الايه العاري. بيقول لي ذا نيكد مول رات، الفار ده ماله؟ ليفز ان ايسترن افريكا، في شرق افريقيا، يعيش شرق افريقيا. It has big teeth، لها أسنان كبيرة. And no hair، وليس لديه شعر. It can't control its body temperature، لا يستطيع التحكم في درجة حرارة الجسم. Because it has no hair، علشان ملهوش ايه شعر. يعني شعره، طبعا الشعر قلنا ايه بيحمل حيوانات، هو طبعا ما عندوش شعر، فمش ايه مش بيقدر يتحكم في درجة حرارة الجسم. But there are two things، في عنده شيئين، that make the mole rat special، بتخليه ايه مميز. ايه الشيئين اللي بيخلوه مميز؟ نمبر 1، it doesn't get ill، لا يمرض، لا يمرض ابدا. يبقى اول حاجه ان هو لا يمرض. ايه كمان؟ it lives for a very long time، بيعيش لوقت طويل، يعيش لوقت طويل، حوالي ايه 31 years، 31 سنه، عمره طويل يعني. scientists، العلماء، want to learn all about mole rat، العلماء يريدوا ان يعرفوا الكثير عن الايه، عن فئران الخلد العاري. they're not cute animals، ليست حيوانات لطيفة، ماشي. but they are amazing، لكنها ايه مدهشة. او شكله هو كده نوريه لكم معانا، او ده شكله، ده بيعيش فين؟ في ايسترن افريكا، في شرق ايه افريقيا. قرينا الدرس، ندخل بقى على التدريبات العامة. بي نمبر 115، صفحة 115. listen and write true or false، اسمع واعمل دايرة ايه او ايه، اختار ايه true ولا false. طبعا عندنا النصوص في نهاية الكتاب، بس انا ايه بعرف احلها بناء على القطعة اللي انا لسه قرياها عن الريم جازلز، اللي هي ايه غزال الريم. بيقول لي ريم جازلز live near the sea، تعيش بالقرب من البحر؟ لا طبعا، ده تعيش ايه في الصحراء الكبرى. تبقى الكلام ده ايه فولس. ريم جازلز هاف دارك كولورد كوتس، الفراء بتاعها ايه يعني ايه لونه كده ايه غامق. لا طبعا، احنا قلنا ايه وايت ان يلو، لونه كده اصفر في ابيض، اللي هو لون الكريمه كده. يبقى الكلام ده برضو ايه فولس. طيب ريم جازلز ايت بلانتس اند ليفز، بياكلوا النباتات واوراق الاشجار، الكلام ده ايه طبعا ترو. السؤال التاني اللي هو ايه الماتش التوصيل. ريم جازلز doesn't get ill، لا تمرض. look very beautiful، تبدو جميلة جدا. look very ill، تبدو مريضة. big ears and long horns، طبعا ايه الاجابة الصحيحة ان هي ايه تبدو جميلة جدا، دي number one. the naked mole rat، الفأر الخلد العاري، doesn't get ill، لا يمرض. طبعا الكلام ده ايه صحيح، الاجابة الصحيحة. ريم جازلز هاف، الريم جازلز لديها ايه big ears and long horns، لها اذنين كبيرتين وقرون ايه طويله، دي برضو الاجابه الايه الصحيحه، ودي كده جايه زياده عشان تغلطنا. بعد كده عندي قطعه بكملها من الكلمات اللي فوقيها، taking يعني ياخذ، looking مع فور يبقى يبحث عن، hoofs اللي هي الحوافر، horns اللي هي الايه القرون. ريم جازلز live in the sahara desert، تعيش في الصحراء الكبرى. they walk around نقط فور جرس، تمشي بعيدا ايه في البحث عن ايه looking for، تبحث عن العشب. looking for grass leaves، اوراق الاشجار، and plants والنباتات to eat. they have big ears، لها اذنين كبيرتين، and long horns، قرون طويله. they have knot on their feet، اللي عندهم في الاقدام، عندهم hooves اللي هي الحوافر، بتعمل ايه؟ this hooves help them walk on the sand، بتساعدهم في المشي على الرمال. قلبنا الصفحة 116، صفحة 116. كيف ذا باسج، هنرى ايه القطعة ونجاوب على الأسئلة. the naked mole rat، فار الخلد العاري،
lives in eastern Africa, يعيش في شرق افريقيا. It has big teeth, له اسنان كبيرة. It can't control its body, لا يستطيع التحكم in its body temperature, في درجة حرارة الجسم. Because it has no hair, عشان ليس لديه شعر. There are two things, عنده شيئين. That make the mole rat special, بتخليه مميز. It doesn't get إلا يمرض. And it lives for a very long time, بيعيش مدة طويلة. 31 years, المدة 31 عام. They're not cute animals, ليس الحيوانات لطيفة. But they are amazing, مدهشة. الأسئلة اللي بنجاوب عليها عندي أول أي الأسئلة بتبقى choose اختيارات. The mole rat doesn't get, لا مش بيحصل له إيه, food, water, ولا إيه, ولا أول طبعا إيه doesn't get إيه يعني لا يمرض أبدا. The mole rat can't control its body temperature, مش بيستطيع التحكم في درجة حرارة الجسم. Because it has no, عشان ليس لديه hair ولا head, رأس ولا feet, أقدام ولا eyes, عيون. Has no hair, ليس لديه شعر. Next, mole rat aren't, ليس not animals, ليست حيوانات ايه, cute ولا short ولا dangerous ولا huge, طبعا ليست cute, مش لطيفة ابدا, شكلها مش حلو. How long does the next mole rat live, نقول ايه, it lives for a very long time, لوقت طويل. 31 years, بيعيش حوالي ايه 31 سنة. بعد كده where does the next mole rat live, بتعيش فين. It lives in eastern Africa, شرق افريقيا. بانكتويت. How long is a rim gazelle's horn, طبعا عندنا الاتش اول كلام, افضل ماشيه ماشيه كده, في هنا عندي ابوستر وفي نص كده من فضل الحاجتين ناقصين عندي ايه في الجمله. الصفحه اللي قصادها 117, صفحه 117. read order or write, اقرا واعد ترتيب واكتب. ريم جازلز مالها ايد, بتاكل. Plants, النباتات. And leaves, وأوراق الأشجار. Where does the naked mole rat live, أين يعيش فأر الخلد العاري. They have big ears, لديهم أذنين كبيرتين. And long or نس وإيه وقرون طويلة. اتشوس ريم جيزلز نقط in the Sahara desert, live, see, listen, like, طبعا live يعني يعيش. ريم جيزلز have big ears and long hooves, horns ولا humps ولا spines أو spines, طبعا ايه هورنس, لها أذنين كبيرتين وقرون طويلة. The naked mole rat can't control its body, لم يستطيع التحكم في جسمه. Season ولا weather ولا climate ولا temperature, طبعا temperature درجة حرارة الجسم. Not want to learn all about naked mole rats, scientists, من اللي بيحب يعرف عنهم كثيرا. Scientists, العلماء. Doctors, الأطباء. Engineers, المهندسين. ولا الفارمرز, المزارعون. طبعا الساينتستس, العلماء, عايزين يعرفوا أكتر وأكتر عن فار الخلد العاري. ريم جيزل سنوات help them to walk on the sand, paws ولا horns ولا hooves ولا claws, طبعا إيه اللي بيساعدهم على المشي في الصحراء. hooves اللي هي الإيه الحوافر. وبكده نكون انتهينا من حل الوحدة التانية كلها. دلوقتي عندنا ايه بقى, general exercise on unit, وعندي اختبار عام وتدريبات عامة على الوحدة التانية كلها بالنمبر 123.
يلا كده هاتوا معايا صفحة 123 عشان ما تتهوش مني. تمام، جبنا صفحة 123 سنة رابعة. بيقول لي ايه بقى؟ listen and write true or false، يعني اسمع واختار true ولا false. طبعا نص الاستماع موجود في نهاية الكتاب، بس انا هحله معاكم بناء على ايه، او ايه على المعلومات اللي احنا ايه قاريينها عن الحيوانات اللي عندنا. بيقول لي the phoenix fox، ثعلب الفينك، needs big ears، بيحتاج اذنين كبيرتين to hear insects، عشان يسمع بيها الحشرات اللي بيصطادها. طبعا الكلام ده ايه true. the phoenix fox lives in the forest، الفينك فوكس بيعيش في فورست، بيعيش في الغابة. طبعا الكلام ده ايه غلط، هو بيعيش فين؟ في الصحراء، يبقى فولس. the fox loses heat from its mouth، بيفقد الحرارة من ايه؟ من فمه. لا طبعا من الايه، من الايرز، من اذنيه. والكلام ده برضو ايه فولس. يعني انا كده اعتمدت على المعلومات اللي انا عارفاها عن الفينك فوكس. السؤال الثاني بيقول لي ايه، read and match، اقرا ووصل. the crocodile، التمساح، is bigger than the male، اكبر من الذكر، large flat feet ولا short feet ولا is huge and scary. طبعا huge and scary يعني كبير او ضخم ومخيف. the female step eagle، انثى الستيب ايجل، مالها؟ is bigger than the male، اكبر من الذكر. طبعا ايه two. camels have، الجمال لديها large flat feet ولا short feet؟ عندها طبعا large flat feet، بيساعدها على المشي في الرمال. دي جاي زيادة عشان تغلطنا. choose the correct answer from A B C or D. number one، طبعا لو اول حد، لو حد لسه بيشوف معايا الفيديو ده لاول مرة في القناة، انا بذكركم ان انا حل الوحدة دي كلها على جزئين قبل كده، حلين الدرس الاول والتاني في جزء، والدرس التالت والرابع في جزء، واحنا النهارده في الجزء الثالث حلينا فيه، شرحنا الدرس الخامس والدرس السادس مع بعض، ودلوقتي عندنا تمرينات عامة على الوحدة التانية كلها. يبقى لو محدش شاف الفيديو الأول والتاني بتاع الوحدة التانية هتلاقوه موجود عندنا ايه في القناة. Is the new hotel، هل الفندق الجديد نقط than the old one، nice ولا nicer ولا more nice ولا most nicer؟ عندي than، يجي قبلها ايه؟ لو صفة قصيرة يبقى صفة قصيرة than، لو صفة طويلة يبقى مور صفة زان. طيب انا عندي ايه؟ طبعا هناخد ايه؟ نايسر زان، اللي هي ايه؟ الفندق الجديد الطف او اجمل من الفندق القديم. the pear is bigger، يعني ايه؟ الدب اكبر من، نقط the pelican، البجعة، ذا ولا ذين ولا ذير ولا ذان؟ احنا قلنا صفة، صفة اي ار زان، صفة اي ار زان، الدرس بتاع الكومبيراتيف يا سنة رابعة. horses like to drink، الخيول تحب شرب الايه؟ الووتر، الميه المالحه، سويت الحلوه، dirty المتسخه، فريش النقيه، ولا صلت المالحه؟ بيحبوا الفريش ووتر، يبقى الخيول بتحب تشرب الايه؟ الفريش ووتر. نقط eats small fish، مين اللي بياكل السمك الصغير؟ pelican، الباجعه، سبايدر، العنكبوت، ليزرد، السحليه، والكامل، الجمل. طبعا ايه البليكن بتحب ايه؟ اكل السمك الصغير اللي هي الباجعه. طلبنا الصفحة 124، صفحة 124. read the passage and answer the questions. ريم جزلز، غزال الريم، look very beautiful، يبدو جميلا جدا. they live in the Sahara desert، بيعيشوا في الصحراء الكبرى. they walk around، يمشوا بعيدا، looking for grass، يبحثوا عن الجراس، الأعشاب، leaves وأوراق الشجر، and plants والنباتات، تويت علشان ياكلوها. they have big ears، لديهم اذنين كبيرتين، and long horns، وقرون طويله. they have yellow white coats، لهم فرو لونه ايه؟ اصفر، ما اصفر في ايه؟ في ابيض. which protect them، بيحميهم from the sun، من الشمس. they have hooves، لديهم حوافر، on their feet، في اقدامهم، that help them، بتساعدهم، walk in the sand، في المشي ايه؟ في الرمال. they don't need to drink a lot of water like camels، لا يحتاجوا لشرب الكثير من الماء زي الايه؟ زي الجمال. السؤال الاول، ريم جيزلز هاف شورت ولا لونج ولا سمور ولا بيج هورنز؟ لهم ايه؟ لونج هورنز، يعني قرون ايه؟ طويله. ريم جيزلز ايت، بياكلوا ايه؟ يتغذوا على ايه؟ ميت، لحوم، ليفز، اوراق الشجر، سمول انيمالز، حيوانات صغيره، انسكتس، حشرات، بياكلوا طبعا ايه؟ ليفز، ام بلانتس. the underlined pronoun، يعني تحته خط، الضمير اللي تحت خط ده ريفيرس، يعني ايه؟ يشير الى، زي تشير الى ايه في القطعه؟ بيقول لي زي ها
have yellow white coat، لهم ايه فار ولونه اصفر في ابيض. منهم ما كوتس يعود على ايه، الكوتس ولا الهورنس ولا الريم جيزلز ولا الهوفز. they have هم لديهم، من اللي لديهم الريم جيزلز، تعود على الريم جيزلز. what color is ريم جيزلز coat، لون الفراء او الفرو بتاعهم ايه، yellow white coats، لونه ايه ابيض فاصفر. بعد كده بيقول لي where do ريم جيزلز اللي بيعوش فين، they live in the صحراء ديزرت، في الصحراء الكبرى. الترتيب نبدأ بالكلمة اللي تحتها خط، the pelican البجعة مالها is flying away with its fish، تهرب بعيدا بالسمكة اللي معاها. the foxes مالها، the foxes fair أو thick fair، ايه معنى الكلام ده، الفراء السميك الخاص به الفوكسز بيعمل ايه، keeps it warm، يبقيها ايه دافئة. بعد كده the pear الدب، the pear reaches for the fish، يعني الدب وصل الى الايه السمكة. الصفحة اللي وصلها بيج نمبر 125، صفحة 125. write a paragraph of 3 sentences، اكتب paragraph مكون من 3 جمل. of about 18 words، مكون من 18 كلمة. using the following guiding words، استخدم الكلمات الآتية المساعدة عن الايه كاملز اللي هي الايه الجمال. عندنا الفلات فيت ان لها قدم مسطح، كارينج ثينجز تحمل اشياء، فير الفرو بتاعها، كلوزز الملابس بنستخدمها ايه الفرو بتاعها في صنع الملابس. طبعا هنلاقي مجاب عنه بالنمبر 332، صفحة 2362. هنلاقي الباراجراف ده ايه معمول، وممكن انا من خلال الدرس بتاع الجمال استخلص كده 3 جمل سهلة جدا واكتبها. يا ريت نعود نفسنا على كتابة الايه الجمل من نفسنا من خلال الدرس، مش هحله لوقت اختصار لوقت الفيديو. بعد كده عندنا اخر سؤال بيقول لي البانكت ويت، بيقول لي the pear is stronger than the pelican، الدب اقوى من البجعة. طبعا ايه اللي بعمله، ببص على اول الجملة عندي التي سمول بعملها ايه كابيتال ليتر، بفضل ماشية كده ايه بلاقيها جملة بحط في الاخر فول الصب عشان دي جملة ايه خبرية. تمام، وبكده يا حبايبي بنكون انتهينا من حل وشرح الدرس الخامس والدرس السادس من الوحدة الثانية في كتاب المعاصر 2022. وزي ما قلت انا الوحده دي عاملاها 3 اجزاء، النهارده الجزء الثالث هنلاقي في الجزء الاول هنلاقي الدرس الاول والثاني محللين ومشروحين، والجزء الثاني هنلاقي الدرس الثالث والرابع، والنهارده الجزء الثالث خدنا الدرس الخامس والسادس مع تدريبات عامه على الوحده. بتمنى يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم، واستنوني ان شاء الله فيديوهات كتيره وحل باقي الوحدات من جميع الكتب الخارجيه للصف الرابع الابتدائي. كانت معكم ميس برجب من قناه عمر، مستر عمر رجب 2. بتمنى لكم نجاح البال والتوفيق باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.